ابن البار، اعرفوا حاجة مهمة جدا، وهذه مهمة للآباء للأبناء والبنات، وأيضا مهمة للآباء والأمهات، ساعدوا أبنائكم على البر. بعض الآباء أو الأمهات ما يساعد ابنه على البر، يشوف بار ينط فيه، الولد يبغى يبره في يحاول يعني لطبيعته يبغى يرجل ولده، يبغى يقويه، يبغى يقوي بنته. وبعض الأحيان إحنا ما ندري، إحنا كأبناء، أنا أتكلم على لسانهم كلهم، إحنا ما ندري، بعض الأحيان نحاول نبر بقدر الإمكان لكن ينقصنا الفهم والقصور، صح ولا لا؟ نحتاج توجيهكم، نحتاج أن تطبطب على ظهري، نحتاج أن تأخذ بيدي، علمني إذا أخطيت علمني، فأنا ابنك، لا تدعو علي. والله إني رأيت أمهات، والله إني رأيت آباء، والذي نفسي بيده إنها بإذني هذه إني رأيتهم يدعون على أبنائهم. إي والله. ليش؟ لأن الابن عقوى بعد. طيب عقوقه هذا لعله يوم من الأيام من دعوة أب أو أم له، روح الله ليوفقك، فرح، روح الله ليردك. عبد الله بن عم الله يرحمه قال أبوه إن كنت تدخن روح الله يكسر رقبتك مباشرة في المسبح، وهو عنده لعبات يلعب ورياضي وغواص وسباح، مع الطلع يحسبونه كان في تحدي بينهم أطول نفس، فيحسبونه مطول أطول نفس تحت، والرجل مكسورة رقبته وجلس تحت. وأعرف عبد الله، عبد الله صديق لي، فأعرف زين الله يرحمه. ومع هذا يعني دعوة أب وافقت، لأن ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. انتبهوا، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم على الظالم، دعوة الآباء، تعودوا دائما على الدعاء، تعودوا دائما على الفأل، تعودوا دائما على كل شيء حسن. سم آمين. طلع لي الموقف ذا في واحد رمضان ذا اللي راح، واحد من المسلمين جاه ولده وبنته، سلمت طبعا، ضغطت عليه بنتها قالت انا ابغى السوق في رمضان، تعرف رمضان لازم السوق، ضغطوا عليه ضغطوا عليه، اعطونا صوته، اقول ضغطوا عليه، تعرف بدا يطلبونه عيا يطلبوه عيا، المهم انهم ضغطوا عليه، سلمت. قال روح الله يجعلكم ما ترجعوا، لا اله الا الله، والله انهم ما كملوا منكم من بيتهم 40 كيلو و 50 كيلو، لا اله الا الله، لو يصير عليهم حادث يتوفوا، لا لا الله، والله انا قبل العيد باربع ايام او ثلاث ايام. وهذا وهذا هذا اللي جالس نقوله، يعني هذا اللي جالس نقوله يا احبه، يعني دائما ادعوا لنا، بالعكس دعاءكم لنا يا ابائي ماتي ما اعلمكم، لا والله انا ابد تحت رجول ابوي وامي، لكن انا اتكلم بصفه عامه لان الشكاوى تاتيني كثير من الابناء كثير. الابن ما هو يشتكي على ابوي، يقول كيف ابر بابوي، وفيه امور كثيره باذن الله. يحييني الله ويحييكم، واستضيف هنا احد الزملاء فاهم في كيف تفهم نمط الشخصيه حتى تفهم ابوك وامك كيف تتعامل معه على شخصيه. يعني اذكر لكم قصه ثم ارجع، وانا ابغى الكل يشارك، ارجع بعدين الى اللي جابنا لهذه السواليف اللي هو عيفان واخواننا اللي تكلموا بعد الصلاه. لكن اذكر فيه ام كبيره في السن، الام هذه جت عند ابنها تقول يا ولدي انا في اذني شيء، يا امي ما فيك شيء، يشوف اذنها ما في شيء، قالت فيها انت ما تفهم، انا اقول في اذني شيء. الابن بر اخذ وداها عند دكتور، شافها وشاف اذنها، قال ما فيك شيء، قالت اقول انت لا تفهم، لا انت ولا الطبيب، في اذني شيء داخل، في شيء يخربش ويلعب فيه. اخذها الدكتور ثاني نفس السالفه، الدكتور ثالث، يوم جاب الاخير راح الدكتور نفسي، قال يا دكتور الوقت الموضوع كذا 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 كذا، وكشفت عند كثير عند الاطباء، لكن الاطباء يقولون ما عندها شيء، وهي تقول الا فيها، قال امرها بسيط، دخلها عند، جابها عنده، ويوم شافها شاف اذنها قال الا والله في اذنك، ايش اللي في اذنك؟ قالت شفت اني اقوله، شف اقول في اذني، قال دقيقه معلش معلش بنطلع خليش ثابته بس. راح كذا عنده مزرعه بسيطه كذا اللي يحطونها، راح اخذ منها حشره موجوده، وقام يجيبها عند الاذن وهو ماسكها ويخربش في اذنها شوي، دقيقه لا تتحركين، دقيقه نطلعها. يوم طلعها قال ابا الشرش طلعنا شوي، قالت الله ينور لك، اي والله سمعت، شاف الدكتور الفاهم،
شبل ما ادري ايش، وبدات تمدح في هذا الدكتور. اما الدكاتره اللي جبتها الاول ما هم طيبين هذا، وبدات تمدح فيه وتدعي لابنها، كسب برها بامور بسيطه وحل. لكن لما تجي تقول لا ما لا يا امي ما في شيء، بس اتعبتينا طالعين راجعين، ولا تعال ودني، لا خلاص وديتش كثير، خلي فلان يوديش، لا احنا نقول غلط. ومن الواجب يقول لك شوف، البر دائما، البر دائما للوالدين، البر بان تلبي لوالديك الشيء قبل انهم يطلبونه، فاذا طلبوا صار واجب، صار واجب. يعني الله لا يكثر خير البعيد، ومع هذا الله ارحم بنا من امهاتنا لن يخيبنا ابدا. فاسال الله ان يرزقنا واياكم بر ابائنا وامهاتنا احياء واموات. قولوا امين. اسلم، ذكرتني بشارع نقول المرض نفسي. اسلم، انا مصاب بالرب. اسلم، فاقول لك ترى الكلمه تراها تاثر بالروح. أنا الحين يمكن حالتي طيبة، ما في أي كاتمة، ما في أي شيء، بس إنه وش هو؟ إذا جاء واحد قال يا ولد ذكرك، إيه ذكرني، يا ولد في غبار ترى بيجي، يوه يا سيف انتبه. فتبقى الكلمة في مخي توسوس، أوشوش لين انكتم يغمى علي. هو ما به شيء، أنا جالس في غرفة ما به الأغبار ولا شيء، بس من كلمة واحدة. سبحان الله، في ناس يقولون يا أخي المرض النفسي ذا مو بصحيح، ترى صحيح ويأثر غصبا. صح، كلمة تأثر فيك. طيب أعطيك تحقيق على كلامك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، لما أتى إلى رجل كبير في السن مريض والحمى تكاد تقتله، يعني مريض، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه من السنة أن تقولها عند المريض، ترى إذا شفت واحد قدو بيموت يقول ما شاء الله وش تشوف الزين، وش ترى يصطح يقوم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور، لا بأس طهور. إيش قال الرجل؟ قال طهور، بل شيخ كبير، بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور، أو حمى تفور على شيخ وقور تورده القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فنعم، ما دامك تقول كذا إذن فنعم. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمح صياح أهلك مات. فلهذا الإنسان لما يقول لك لا بأس طهور قل الحمد لله، حتى لو كنت ترى نفسك متردي. الأمر الثاني، دائما تفاءلوا بالخير تجدوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ويكره التشاؤم والطيرة، دائما ظنوا بالله خير فهو أهل الخير. علشان نترك لكم المجال، لأني أحب أنا السواليف مع بعض والدردشة ونأخذ من هذا وأنتم هالخبرة، ولكن الله يسعدك زين وجودك. لكن لما تكلمتوا في الصلاة، أولا